بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم مرة تانية. خلاص شفنا بقى الاربع حاجات اللي احنا نقدر نعملهم بالجافا. بنعملهم ازاي؟ ما احنا ما عندناش غيرهم. ازاي اعمل ديكلاريشن، ازاي اعمل ريد، ازاي اعمل بروسيسنج، ازاي اعمل رايت. دول اتعلمناهم في بروجرامينج زيرو، لكن دي زودناها في الجافا لان مش كل لغات البرمجة بتدعم الديكلاريشن. وقلنا ان الاشكال اللي انا كاتبها دي اسمها كومنتس، كاني مش كاتبها بس يعني بتخلي شكل البرنامج حلو كده ومفهوم وواضح كل حتة بتعمل ايه. طب ينفع اكتب حاجة كده فوق كده؟ اه ينفع، ما هو ده كومنت كانك مش كاتبه، فعادي خلاص اكتب الكومنت في اي مكان انت عايزه. خلاص بس يعني ما تحطهوش هنا في بدايه يعني امر كده، لانه حطيت ضبط اتنين كده بقت السطر كله كومنت فباظ. يعني ممكن تحطه في الاخر، تعمل كده واكتب اللي انت عايزه. تمام، فده كده بالنسبه للكومنتس. حاجه كمان ان الكومنتس ليها طريقه تانية للكتابه. انا بستخدم الاتنين سلاش دول لو الكومنت مكتوب في سطر واحد. طب لو عايز اكتبه في اكتر من سطر بتعمل سلاش نجمه وتكتب اللي انت عايزه وتقفل بنجمة سلاش في النص واحد فلان. خلاص، فبكتب بقى اللي انا عايزه هنا، كله بيتحسب كومنت يعني كانه مش مكتوب. هتلاقي حتى كله مكتوب بالرصاصي كده في النت بينز. اكتب بقى اللي انت عايزه. خلاص، فدي الكومنت، طريقتين للكومنت. لو او سطر واحد بستخدم الدبل سلاش، لو اكتر من سطر بفتح السلاش نجمه واقفل بنجمه سلاش. خلاص، ده كده بالنسبه لي الكومنت. طيب تعالوا نتكلم بقى النهاردة عن الجافا اوبريتورز. ايه الاوبريتورز اللي موجودة في الجافا؟ وده الحقيقة موضوع مش جديد لان اوريدي اتعلمناه في بروجرامينج زيرو، بس خلينا نعيد عليه بقى في الجافا ونحيس ناخد عليه تمارين ونشوف ازاي نطلع النتائج بالجافا. عايز اعمل برنامج بيقرأ عددين ويطلع مجموعهم كام، حصل طرحهم كام، حصل ضربهم كام، حاصل اسمتهم كام، الباقي القسمة بتاعتهم كام. خلاص، دي الاوبريتورز اللي موجوده في الجافا، فتعالوا نطبقها عادي. طيب انا طالما هقرا داتا من اليوزر يبقى لازم اعمل اوبجكت من الكلاس اللي اسمه سكانر. بعمله ازاي؟ بطلع فوق كده بكتب import java.util، والباكجز بتبقى كلها سمول خلي بالكم، والكلاسز في الجافا كلها بتبدا بحرف كابيتال، فسكانر هتلاقيها بتبدا بحرف كابيتال. واجي في الديكلاريشن هنا بقى اعمل منها اوبجكت سكانر ان كلها سمول يساوي نيو سكانر، وبديها في النص هنا سيستم دوت ان، ودي اللي هستخدمها علشان دي اللي فيها الميثودز اللي بتقرا الداتا. نيو بس هنا ناقصه دبليو. بس كده انا عملت اوبجكت من الكلاس اللي اسمه سكانر. بعد كده بقى خلاص بعرف المتغيرات اللي انا عايزها. انا محتاج متغيرين احط فيهم الانبوت بتاعي، فاعرف مثلا اكس يساوي صفر وعرف الواي يساوي صفر، انت واي يساوي صفر. يبقى دي الفاريبلز اللي هحط فيها الانبوتس. طب الفاريبلز اللي هحط فيها الاوتبوت، طبعا انا بعمل ارقام صحيحه فالنواتج هتكون صحيحه في الجمع والطرح والضرب، انما الاسم هتبقى فيها كسور. لو انت عايز تخليها بقى كلها كسور ممكن نخليها كلها كسور، مفيش مشكله. يبقى دبل دبل عشان ناخد ارقام فيها كسور. دبل احنا نحط مثلا المجموع في متغير اسمه صم، نحط قيمته الاول بصفر، وحاصل طرحهم في متغير اسمه ديف اختصار ديفرنس في بدايته برضو بتساوي صفر، ودبل حاصل ضربهم هحطهم في متغير اسمه ام يو ال اختصار مالتيبليكيشن بيساوي صفر. اسامي المتغيرات بحطها زي ما انا عايزها. خلاص، دبل لسه ايه بقى، جمعنا وطرحنا وضربنا الديفيجن اللي هو الاسم، حصل اسمتهم في الاول بيساوي صفر. دي متغيرات وبحط لها قيم بدائيه. وخلينا نحسب الريميندر بالمره اللي هو باقي الاسم، ار اي ام اختصار ريميندر بيساوي صفر. خلاص، طيب دي كده الديكلاريشن بتاعتي، دي الفاريبلز اللي انا محتاجها، اتنين للانبوت والخمسه دول عشان احسب الاوت. تعالوا نشوف الريد. انا عايز اقرا الداتا، بقرا الداتا ازاي؟ بقول اسم الفاريبل يساوي الفانكشن اللي بتجيب البيانات. طب الفانكشن اللي بتجيب البيانات هنا اسمها ايه في الجافا؟ اسمها نيكست على حسب نوع البيانات. هتقرا انت يبقى نيكست انت، تقرا دبل يبقى نيكست دبل، يبقى هنا دبل يبقى ان دوت نيكست دبل. ودي كابيتال دايما تاني اول حرف. لو يعني عندي اسم حاجة function مثلا بيكون من اكتر من كلمة، اول حرف فيها بيبقى small، لكن الكلمات التالية بتبدأ دايما بحرف كابيتال عشان الريدابيليتي، عشان انا لما اشوفها بعيني اعرف اقراها. الجافا بيعتمدوا الفكرة دي في تسمية الحاجة. خلاص، ده الx الy بيساوي n.next
دبل برضو كده. انا قرأت الاكس والواي، اعمل ايه بقى؟ اعمل البروسيسنج، هحسب الحاجات اللي انا عايزها. السم هيساوي حاصل جمعهم اكس زائد الواي، والاوبريتور اللي بستخدمه في الجمع هو ده، خلاص ده اول اوبريتور. الديفرنس يساوي هنطرح مين من مين بقى؟ خلينا نطرح التاني من الاول، يعني اكس ناقص واي، خلاص. وخلي بالك من حاجة، ان الاوبريتور اللي بنستخدمه للطرح هو ده. حاجات مش جديدة بالنسبة لنا، بس لازم نعدي عليها لان دي مواضيع البرمجة. الملتبليكيشن بيساوي حاصل ضربهم الاكس في، بستخدم علامة الستار دي او الاستريك، والواي. الديفيجن هنقسم مين على مين، ممكن برضو كل اول على التاني، هيساوي معلش هيساوي الاكس العلى، بستخدم السلاش سلاش دي. الريمندر بستخدم علامة في المية، فهعمل ريم بيساوي اكس علامة في المية واي، ودي معناها الريمندر. خلاص انا جبت الاعداد خلاص. طب عايز اعمل ايه بقى دلوقتي؟ عايز اطلع الاوتبوت. هطلع الاوتبوت ازاي؟ system.out.println ان السم عشان افرق ما بينهم بيساوي زائد قيمة المتغير اللي اسمه سم. هكرر بقى الامر ده ليهم كلهم الخمسة، اعملوا 5 مرات، مرة للسم مرة للديفرنس. ممكن بدل ما تكتب سم وديفرنس ممكن تقول اكس زائد الواي يساوي مجموعهم، اكس ناقص الواي بيساوي قيمة الديفرنس المتغير اللي اسمه ديفرنس. ممكن تكتب هنا الملتبليكيشن مثلا الاكس في الواي بيساوي قيمة المتغير اللي اسمه مال الاكس على الواي بيساوي قيمة المتغير اللي اسمه ديفيجن. اما بالنسبة للاخير الريمندر، فاكس ريمندر واي بيساوي قيمة المتغير اللي اسمه ريمندر. تعالوا نعمل بقى ران للبرنامج ونشوف. هعمل ران، طبعا عملت ران هو ما بيقوليش حاجه لان انا ما كتبتش حاجه قبل ما يقرا قيمه المتغيرات، كان المفروض اطلع له رساله. مش مهم، الاكس خلينا نفترض ان هي ب3.4 ومثلا الواي ب2، فالاكس زائد الواي 5.4، اكس ناقص واي هتطلع 1.4، حصل ضربهم 4.4، اكس على واي 1.7، الريمندر ب1.4. دي النواتج بتاعتنا. اما انما لو انا مثلا جيت هنا وقلت له مثلا سيستم دوت اوت، ممكن اقولها له كده دوت اوت دوت برنت بس عشان يكتب قيمته جنبها، واقول له كده حاجه ظريفه بتبقى شكلها ظريف برضك، اكس بتساوي، واسيبه بقى هو يدخل قيمه الاكس، تبقى شكلها ظريف برضك لما نيجي نقرا الداتا. ونفس الموضوع مع الواي، اقول له واي بتساوي، وخلي بالك برنت عشان اسمح له يكتب الداتا جنب جنب الرساله زي دي كده، اكس بتساوي ومستني يكتب الاكس، مثلا اقول له 5، والواي بتساوي هقول له 2، يبدا بقى يطلع الناتج بتاعنا مجموعهم كذا. الريمندر بس كان حد قال لي الريمندر انا مش فاهمها قوي، فدي هعمل لك فيديو ليها، الفيديو اللي جاي هشرح لك فيها الريمندر ازاي احسبها بالظبط، خلاص عشان الناس اللي بتتلخبط فيه. دي كده بالنسبه للاوبريتورز اللي موجوده في الجافا، واوبريتور سهل قوي. خلاص في اوبريتورز تانيه؟ في اوبريتورز تانية الحقيقة، لكن خلينا نصعب واحدة واحدة وكفاية عليكم المرة دي كده. فانتوا دلوقتي شفتوا الاوبريتورز المختلفة، فانتوا المفروض بقى انتوا تعملوا لنا برامج مختلفة. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا عايزك تعمل لي برنامج مثلا بيحسب قانون صعب شوية، شوف انت مجالك ايه مثلا، وقانون صعب في ضرب وقسمة وطرح وجمع ومش عارف ايه، ازاي تحول القانون بتاعك الاكسبريشن في الجافا، ده مطلوب منك ان انت تعمله. فانا مش هدي قوانين معينه، لو يعني ما لقيتش حد بعت لي حاجه ممكن ابقى احط لكم امثله واطلبها منكم على صفحه الفيسبوك. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله.